نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت عنوان العمال والرئيس. وأكد عمال مصر أن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التي شهدتها مصر في جميع المجالات، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد حاليا، فضلا عن المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية. بنقف ورا رئيسنا كعمال مصر الرئيس السيسي، لأنه هو أول من أنصف عمال مصر، وهو أول من أنصف خاصة العمالة الغير منتظمة، وإحنا كعمال المناجم والمحاجر بالذات إحنا بنحس بالكلام ده، لأنه هو أول من أفرد لنا الطرق وصلح لنا الطرق عشان الاستثمار التعديني ينزل مصر. النهارده هنعمل مؤتمر حاشد لدعم السيد الرئيس المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لا له من انجازات على ارض الواقع، الامن والاستقرار والتنميه الاقتصاديه والبنيه الاساسيه. النهارده احنا طبعا لو قعدنا نبص حوالينا النهارده مصر في نعمه كبيره وفي خير وفي امن واستقرار، وعايزين نحافظ عليه. احنا جايين بنأيد فخامه الرئيس في اي حاجه وفي اي قرارات، وكمان لفتره رئاسيه جديده، لانه بصراحه يعني رئيس عمل كل حاجه نقدر نعملها، بحكم كمان ان انا سيده، فكان الفترة اللي فاتت السيدة كانت واخدة وضعها وتمكنت، وكان في احنا شفنا وزراء وشفنا نواب في مجلس الشعب، فاحنا جايين النهاردة عشان بس رسالة للعالم كله ان احنا بنقول ان احنا ورا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا حاضرين النهاردة جايين نؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لمزيد من النجاح والاستكمال مسيرة النجاح والعطاء بالتقدم اللي مصر وصلت له والانجاز والطفره اللي احنا وصلنا لها. حب ده جاي من الانجازات اللي احنا شفناها على ارض الواقع اللي احنا شايفينها، واحنا طبعا باذن الله يوم الانتخابات ان شاء الله كل الناس دي كلها هتلاقي موجوده على صناديق الانتخابات عشان نبين للعالم كله ازاي في ديمقراطيه عندنا في مصر، ازاي الكلام ده كله. انت وعدت ونفذت كل وعودك لشعب مصر وحافظت على امن القوم المصري وانجزت كتير من الانجازات، وعلى مستوى السكه الحديد اللي اتطورت وتحدثت في عهدك يا ريس،